تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا مشاهدي القناة الثالثة التلفزيون دولة الكويت بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم الحصاد الرياضي، واللي نتابع من خلاله أبرز وأهم الأحداث الرياضية اللي شهدها هذا الأسبوع. نجدد التحية ونتابع معكم هذه الحلقة بضيوفنا الكرام وتقاريرنا الجميلة، ولكن بعد الفاصل. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، ونبتدئ وإياكم الحلقة، حيث أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين البطلة ملاك العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة 2021 والتي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة. نتابع معكم هذا التقرير، نرجع نتواصل معكم ومع ضيفتنا العزيزة. استضافت مملكة البحرين دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة والتي يشارك فيها أكثر من 1500 رياضي تقل أعمارهم عن 20 عاماً، وقد شهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من دولة الكويت أبرزهم المتألقة ملاك العنزي التي استطاعت إحراز المركز الأول بلعبة كرة الطاولة إثر إطاحتها بنظيرتها من تايلاند بنتيجة قوامها 3 أشواط مقابل شوط واحد. وبالرجوع قليلا إلى الوراء، فقد قدمت ملاك أداء مميزا طوال رحلتها الطويلة من التصفيات وصولا إلى المباراة النهائية التي توجت بالميدالية الذهبية لتعكس الروح القتالية العالية وتكون قدوة لأبناء وبنات الكويت بتحليها بالإصرار والعزيمة والإرادة نحو تمثيل بلادهم بصورة مشرفة مثل ما فعل زميلاها محمد الرشيد وحسين البناي بحصولهم على الميداليتين الفضية والبرونزية لذات اللعبة لفئة الشباب. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز المميز، يسعدنا أن تكون معنا بالاستديو البطلة ملاك العنزي، مرة أخرى البطلة ملاك العنزي لاعبة منتخب الكويت الوطني لكرة الطاولة للمعاقين. حياة الله معنا ملاك ومشرفتنا في الاستديو. بداية مبارك لك الحصول على الميدالية الذهبية في منافسة دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية 2021، وهذا الإنجاز يعني أكيد ما يم من الفراغ. اليوم إحنا كلنا فخورين بهالإنجاز اللي قدمتيه، والكويت كلها فخورة، ويمكن شفتي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الصحافة والأونلاين، الكل طلع ويالك علشان يهنيك ويبارك لك بهالإنجاز الجميل والرائع. بتكلم عنه، ولكن راح أروح فاصل صغير وأرجع أتعرف على كل الأسرار اللي صارت معك. أوكي؟ إن شاء الله. فاصل نرجع نتواصل معكم من جديد. إذن رجعنا من بعد الفاصل. ملاك العنزي البطلة التي حققت الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية 2021، وإنجاز كبير وضخم جدا، خصوصا هذه أول مشاركة دولية تروحين لها وتحققين هذا الإنجاز. البطولة التي أقيمت في البحرين بالمنامة تحديدا، سولفي لي ملاك شو اللي صار معاك قبل لا تروحين وانت رادة وجايبة الذهب. طبعاً بالبداية حابة أشكر قناة الكويت الثالثة لاستضافتهم لي وتشجيعهم، وبالبداية حابة أهدي هذا الفوز إلى حضرة صاحب السمو واللي عهده وإلى الشعب الكويتي عامة. الحمد لله يا ربي لهذا الإنجاز، كنت أنا مجهزت له مع الكابتن مالي. كنا نكثف من ناحية التمرين
وساعات التمرين كانت متواصلة طول الأيام ولله الحمد، وكنت جاهزت لعدد. يعني كنتي مستعدة؟ أكيد. هني السؤال، مستعدة وتدرين أنك بتاخذين الذهب ولا مستعدة وأنت مو مطمنة؟ الصراحة كأول بداية أنا مو عارفة الأجواء عدل إيه؟ فكانت في تخوفات على قولتهم، بس ولله الحمد من ناحية المحيطين فيني أنا كانوا يشجعوني ودعمين لي أول بأول، قدرت أتقلب على الخوف وأحقق الميدالية. طبعا أنت ما حققتي شيء سهل، حققتي أصعب وأجمل وأحلى ميدالية، هي الميدالية الذهبية. زين، أنا ودي أتكلم عن الاستعدادات والتي سبقت المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة والتي أقيمت في المنامة وتحديدا في البحرين. شنو اللي صار؟ شلون تجهزتي؟ شلون هيئتي نفسك على المستوى اللياقة وعلى المستوى البدني وعلى المستوى النفسي؟ طبعا كان نفس ما قلت لك ان الكابتن كان معي مركز اكثر شيء، يعني ولله الحمد هو اشكره كابتني احمد فاروق. نعم. كان بفضله انا جبت هذا الانجاز. نعم. كان معي اول باول تكثيف ساعات التدريب، وكان يعطيني اول باول مهارات وشنو اللي لازم انا اسوي وشنو اللي انا لازم ما اسوي، والحمد لله يا ربي. تمام. يعني كم ساعة كنتي تدربين باليوم؟ تقريبا كم يوم بالاسبوع؟ كنت على طول اسبوع، يعني تقريبا كل يوم. اي متواصل من 4 ساعات الى 3. تعب اكيد لازم. اذا واحد يبي شيء لازم يتعب عليه. اي فانا كنت حاطة هالانجاز ببالي فلازم اتعب. زين، كلميني عن المباراة النهائية وفوزك على اللاعبة التايلندية ب3 أشواط مقابل شوط واحد، يعني اكتساح. شو اللي صار وشون قدرتي تحققين هالنتيجة؟ يقولون تنرفزتي وعصبتي وقلت فوز. طبعا هو اكيد بداية انا فزت عليه، تغلبت عليها بشوطين. إيه؟ الشوط الثالث هي اخذته لان إيه؟ انا حطيت نفسي تحت ضغط نفسي عالي جدا. اول شوطين عدل انا. إيه؟ اول شيطين اخذتهم. اي لانك كنت تحت ضغط عالي. اي لما صارت 2-1 لا انا عصبت ملعب. عصبت وارتبكت على طول. إيه؟ وما سيطرت، كان لازم اسيطر وامسك اعصابي، بس يعني اخذتها هي. بس ولله الحمد يعني انا كابتن كان معي باول باول، كان لازم يقول لازم تهدين وكذي وينصحني. نعم. والحمد لله يا ربي رديت بشوط ثالث 3-0 لي انا ورديت بقوه. طبعا احنا قاعد نشوف هذه اللقطات اللي نستذكر فيها اجمل اللحظات خلال هذه البطوله وهذه اللقطات الجميله اللي قاعد نشوفها. كلميني على هاللقطات هذه اللي قاعد تشوفينها. طبعا في لقطه كانت مع المباراه اللاعب السعوديه. ايه هذه اللعبة السعودية عدل. هذه إيه؟ كانت أول مباراة لي. إيه؟ بالبطولة ولله الحمد أخذت فيها 3-0. قدرت تفوزين عليها ب3 أشواط عدل. تمام. وهذه يومة الافتتاح هني. هذا مع مجلس الإدارة. حلو. واللاعب حسين البناي. حلو. وهني يومة المطار. إيه وانتوا رادين. اي واحنا رادين واحنا باستقبالكم كنا عدل. طلعوا الصحافة كلهم واستقبلوك استقبال، وان شاء الله كنتي راضيه بالاستقبال اللي لقيتيه. اكيد ما تقصروا يعطيكم الف عافيه. جواك الله. زين، انت قبل شوي تكلمتي عن دور المدرب وقلتي المدرب كان معاي وما يخليني و3 ساعات و4 ساعات. خلينا نركز اكثر شوي، يعني بتكلم عن دور الجهاز الفني والاداري بوصولكم لمنصات تتويج ورفع علم الكويت على مستوى عالي، يعني شنو كان دورهم؟ طبعا دور الجهاز الفني والاداري بعكس ما يقصروا معانا، دائما هم على تشجيع ودعم متواصل، دعم مادي ومعنوي، ودائما هم يرفعون معنوياتنا لخوض اي مباراه، اي لرفع علم دوله الكويت. ولله الحمد ما يقصروا معانا، دائما اول باول معانا. زين، اتكلم شويه بعيد عن المباراه عادي، شنو طموحك؟ يعني طموحك بشكل عام. طبعا انا طموحي ما يوقف على بالضبط. الذهبيه. إيه؟ باذن الله انا طموحي عالي جدا. إيه؟ ان شاء الله باذن الله ان اخذ الاولمبيات ميداليه عالميه باذن الله.
وبتكون ذهبية. طيب اليوم أنت يعني متواجدة بصفوف المنتخب وهذه مرحلة جديدة وهذا أيضا جانب من الطموح اللي أنت تسعين له، هل يعني أنت قاعد تشوفين أنك أنت قاعد تروحين وتحققين كل اللي في بالك ولا لا بعد في أشياء اللي قدام بتحققينها وراح تكون هي التحدي في المرحلة القادمة؟ طبعا هذا انا ما دام صرت مع المنتخب هذا مسؤوليه جدا كبيره طبعا وخليني انجز اكثر، والحمد لله يعني انا ما قلت نفس ما قلت لك ما راح اوقف على هذا الانجاز، انا طامحه لشيء كبير باذن الله وهذا بدايه المشوار. زين، يمكن كل رياضي تمر عليه مرحله ما بقول اخفاق لكن مرحله تحدي صعبه، وهذه مرحله تحدي احيانا يفقد الامل أحياناً يستسلم، ومنهم من يعتبر مرحلة التحدي اللي قدامه مرحلة يثبت لنفسه وللغير أنه قادر على الإنجاز. أنت كلميني عن المراحل اللي مرت عليك اللي حسيتي أن أنت فعلاً تعبتي لكن تغلبتي عليها. طبعاً إحنا كوننا ذوي احتياجات خاصة فصحتنا دائماً تكون على قدنا. نعم ليش طولت العمر؟ تسلم. واللي أجمل من الصحة واللي أجمل من كل اللي قلتيه ابتسامتك الحلوة. لا ما تقصر. كملي. طبعا يعني احنا مو بس هو كرياضي حتى الصحة يواجهون صعوبات طبعا، فما بالك احنا ذوي احتياجات الخاصة. نعم. فلازم احنا بين كل شهر وشهر او بشكل شهري يعني اقدر اقول نقدر نتابع مع الاطباء وفي اطباء يتابعونا ويتابعون حالاتنا، فلازم تكون في صعوبات وكل بطل لازم يواجه صعوبات ولله الحمد بس احنا قادرين نتخطاها ان شاء الله تخطينها طالما هناك دعم من الجهاز الفني والاداري والمحبين ومن الشعب الكويتي كله اللي استقبلك اجمل واحلى استقبال. لكن يمكن ملاك ما تكلمنا عن الاسره، ما تكلمنا عن دور الاهل في وصولك الى مرحله التتويج ومنصات التتويج ما قبل الذهاب، شنو كان دورهم ولما رجعتي شلون كان دورهم؟ طبعا الاهل كانوا ابي الاسرار انا طبعا الاهل انا من بدايه ملاك إيه؟ هم تعبوا علي إيه؟ وكانوا معي اول باول ولله الحمد، يعني انا بفضلهم انا ما راح اوصل لهني واشكرهم وكل الشكر لهم، طبعا ما راح اوفي لو اشكرهم مليون مره. هذا شيء بسيط يعني اقدر اقوله، أقدر أقدم على التعب اللي سووه معي وقادم أفضل بإذن الله. بإذن الله. اللي يبي يتعلم اللعبة سهلة، أنا لو بتعلم اللعبة تدري تعلميني؟ هو طبعاً بداياتها ما تكون صعبة، ما تكون سهلة إيه؟ لازم شوية مهارات، إذا في ناس من فطرتهم هم يكونون عندهم شوي مهارات إيه؟ في ناس لا عكس يكونون ماكو شيء، فاللي عندهم كاسبين المهارة شوي يقدرون يتعلمونها بسرعة. وتعلمينا أنت إذا نبي نتعلم أو أحد يبي يتعلم أكيد راح تعلمينا إن شاء الله. أكيد. طيب في مشاركات بالمرحلة المقبلة سواء مع النادي أو المنتخب ولا للحين الخطة مو واضحة؟ إن شاء الله بإذن الله عندنا شهر 2 اللي هي غرب آسيا راح تكون وفد كامل كويتي بإذن الله، لاعبين من ناشئين إلى كبار راح يطلع الفريق كامل بإذن الله. أنا وصلت معاك للختام، أبي أشكرك شكر كبير، أشكر أسرتك أهلك كلهم اللي قدروا اليوم يتوجونك بطلة على مستوى الكويت، حققتي اللي ما حد حققه، سامتك الجميلة، عطائك اللامحدود، همتك، طموحك، أحلامك قاعد يتحقق اليوم، أنت مثال للجميع للأسوياء ولغير الأسوياء بالمجتمع الكويتي والخليجي وكذلك العربي وعلى مستوى العالم. اللي حققتيه ما هو سهل، احنا ودنا نحقق لكن احنا ما نقدر، لكن انت تختلفين عنا بانك انت تقدرين لان انت عندك همة الابطال اللي كثير يفتقدونها. كل الشكر والتقدير لك يا ملاك، واجمل ملاك شرفتنا اليوم في برنامج الحصاد الرياضي. مستمرين معاكم السادة المشاهدين ونبدأ تقاريرنا اليوم مع منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي تشهد كعادتها مستويات قوية، وكان الحدث الأبرز في الجولة الماضية هو تحقيق العميد الكويتاوي فوز مهم على الملك القدساوي لينتزع الأبيض صدارة الترتيب. نتابع هذا التقرير نرجع نتواصل معاكم من جديد.
استضاف مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح لصالة المغطاة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، والتي استهلت بلقاء جمع ما بين العنيد وبركان وأسفر عن فوز التضامن بنتيجة 3-1، رافعا رصيده بذلك إلى 6 نقاط. فيما استقبل أبناء القصر الأحمر نظيرهم العربي في مباراة شهدت تألق فرسان الجهراء عن طريق تجاوزهم عقبة الأخضر ب3 أشواط مقابل شوط واحد. وفي لقاء آخر تمكن العميد من إلحاق الخسارة الأولى بالقادسية، أعتى وأقوى منافسيهم على لقب البطولة بعدما استطاعوا حسم المباراة لصالحهم بكل أريحية إثر انتزاعهم 3 أشواط نظيفة من أنياب الأصفر الذي تزحزح عن الصدارة مخلفا إياها لنظيره الأبيض. وفي إطار آخر دخل العميد منافسات الجولة 9 بقوة عن طريق إطاحته بالأخضر العرباوي بنتيجة 3-2 ليكمل مسيرته نحو الحفاظ على الصدارة التي انتزعها من أنياب الأصفر، فيما سقط بنو قادس للمرة الثانية على التوالي عبر خسارته أمام السفير ب3 أشواط مقابل شوط واحد، بينما أحرز أبناء القصر الأحمر فوزا مستحقا بمواجهة التضامن حيث استطاع حسم المباراة ب3 أشواط نظيفة. للحديث أكثر حول أحداث الجولة 8 و9 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة يسعدنا أن يتواجد معنا بالاستديو الكابتن فوز المعتوق محلل القناة الرياضية. حياك الله أبو عبد الله معنا ومشرفنا بالاستديو ببرنامج الحصاد الرياضي. الله يخليك، أنا لي الشرف. أنا أسميك لزقرت أبو عبد الله، زقرت وكشخة ومزيون، الواحد يتعلم منك. سابقاً ولا حالياً؟ ما زلت. الحمد لله. لا وأقول لك ما زلت وبلا منافس. تسلم حبيبي عبد الله. حبيبي ابو عبد الله، خلينا نتكلم اليوم على جانب مهم جدا، ويمكن تكلمنا قبل شوي وشفت التقرير، لكن بتكلم على جانب المستوى الفني في اغلب مباريات الجولتين الماضيتين من الدوري الممتاز للكره الطائره. شنو رايك ابو عبد الله؟ شوف ناقشناه ذاك اليوم صح، وقلنا يعني وتوقع المستويات كلهم نفس الشيء صح، بس من اللي يدش بالمباراة نفسيته زينة إيه؟ قاعد يكسب المباراة. شفناهم يعني القادسية قدر كاظمة قدر يفوز على القادسية، والكويت فاز على القادسية، ومثل تنافسات قاعد تصير، بس كل هذا المعك بالأخير لما يدشون دول الأربعة بعد يعني هو كل واحد بيضمن الاول لانه ياخذ 3 نقاط وياه صح، والثاني نقطتين والثالث نقطه والرابع طبعا ما له اي نقطه. فهني هم قاعد يتعبون على هذه، لكن بعدين عاد بالاخير بالنهايه بالمربع الذهبي لما يتقابلون الاربع فرق. اتوقع يعني ابو عبد الله تختلف الحسبه اللي كنا قاعد نشوفها والارقام اللي كنا قاعد نطالعها ونعتقد بان هذا الفريق او هذا النادي هو الذي سيأخذ الدوري، هل ممكن تختلف في اللحظات الأخيرة؟ ممكن يختلف كل شيء، لأن خلاص المربع الذهبي ما في إلا تقول والله أعوض ولا بدش مجموعة ثانية ولا هذا، لا 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 الكل، أما أن أكون وإلا خلاص الكل داش خاصة اللي يكون ماخذ المركز الرابع. نعم يعني يبي يفوز عشان يأخذ 3 نقاط عشان يقدر يتنافس وياهم على الأول والثاني. نعم الكويت راح يظل محافظ على القمة تتوقع؟ أتوقع الكويت راح يحافظ، لأن حتى في المربع الأخير اللي كنت تتكلم عنه وهو ما تدري بعد، مع أنه صعب التكهن، لكن وهو القادسية شوف قاعد ينزل ويصعد، ممكن على لعبته الجاية مع الكويت ممكن يصعد ويفوز على الكويت. طيب احنا الجدول ابو عبد الله قاعد نشوفه على الشاشة حاليا موجود قدامك، إذا حاب تعلق على الجدول قاعد نشوف أن الكويت في الصدارة ومتصدر، ويعني عنده خسارة واحدة واللي كانت من القادسية. ودي أتكلم عن القادسية تحديداً اللي قدم مستويات متذبذبة من جولة لأخرى، أسباب عدم الثبات النسبي لمستوى الأصفر، خسارته أمام الكويت والأخيرة أمام كاظمة 3 أشواط مقابل 1، تعليقك؟
شوف القادسية فريق قوي ترى. نعم. فريق جيد وزين. نعم. وكلهم أكثرهم صغار ولاعبين ممتازين. يعني الموسم اللي فات قلنا القادسية ما راح يأخذ الدوري. نعم. يخسر بس بالأخير ضبط نفسه وقدر يأخذ الدوري. نعم. وخذ الدوري خذا من الكويت. نعم. وهذا الشيء كان متوقع مرة الدوري. هو ما كان متوقع، الكل قال بين كاظمة والكويت. نعم. بس طلع القادسية وخذ الدوري. وهذا نرجع حق الكلام اللي تفضلت فيه قبل شوي إن المربع الأخير الحسبة فيه دائما تكون مختلفة. هو أهم شيء إن كل الفرق تبي تضمن الدش المربع الذهبي. نعم. هني عاد المربع الذهبي هني يبين كل شيء. طيب أنا ودي أتكلم عن فريق مهم جدا، نادي جميل بما يقدم من مستوى فني والتضامن واللي تألق أمام برغان في الجولة الثامنة وفاز، لكن سقط أمام الجهراء في الجولة الأخيرة. مش اللي قاعد يصير مع بالضبط؟ التضامن هذا عليه علامة استفهام. أيه. يعني احنا عارفين له تضامن ذاك اليوم مدحناه. أيه. بعدين لعب المباراة اللي وراها، لعب مباراة ممتازة. حلو. بعدين فجأة رجع مرة ثانية هبط يعني مرة. أيه. واحدة. شو اللي قاعد يصير؟ ما احنا عارفين يعني اللاعبين هم والمدرب هو والإدارة. هل العامل النفسي يؤثر لهالدرجة؟ ممكن يكون هو ممكن عامل نفسي يعني تشوف الفريق صاعد فوق فجأة ينزل تحت. ارتاح، هل لأنه ارتاح شوي ممكن يكون هو السبب في خسارته الأخيرة؟ هم ممكن نادي التضامن، أنا أقول لك قلة خبرة. يعني مو عارف شلون يمسك على النقاط، وترى منافس قاعد يعني تشوف أشواطه كلها متقاربة مع الفرق. واضح. كلها يعني خبرة واحد وياهم بالملعب ممكن يسوون شيء التضامن. طيب خلينا نتكلم عن الجهرة اللي أيضا عنده مستويات جيدة من جولة الأخرى يحقق علامة كاملة، وشون قاعد تشوف أبناء القصر الأحمر اليوم في الجولات الماضية؟ كان هناك تقييم من قبلك وكذلك أدائهم الملحوظ والبعض كان يثني على هذا الأداء، رأيك؟ لا الجهرة فريقهم لاحظناه يعني صار موسمين أو ثلاث مواسم وايد 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 زين، والحين قاعد أشوفهم إن قاعد يحاولون يثبتون نادي الجهرة. نعم. يعني شوف قاعد يحرج الفرق الكبيرة عكس السابق، يعني كان معناته شنو معناته؟ ممكن يسوي شيء ويسوي انجاز ويرجع حق البطولات السابقه اللي اخذ ثلاث بطولات الجهره، ممكن تصير معاه. شو اللي ينقصه الحين؟ كل شيء، فريق جاهز، فريق كامل، مدرب زين، كل شيء زين، ما مو ناقص اي شيء، بس ناقص انه ياخذ بطوله، هذا اللي ناقصه. طيب ودي اتكلم عن العربي تحديدا، والحديث قد يطول عن العربي، يعاني كثيرا هذا الموسم، لم يقدم المستوى المعهود بخسارته أمام الجهراء وأمام الكويت، والبعض يحاول أن يستوعب مشكلة الأخضر، ما حد عارف من يتحمل هذه الخسائر وهذه الصورة الباهتة الغير واضحة. عشاق الأخضر وتحديدا كرة الطائرة أكيد أمام خسارات لأول مرة يعانونها ويشوفون الإنجازات اللي كانت في الزمانات كما يقال بدأت تتهاوى، من المسؤول عن اللي قاعد يصير؟ هو العربي ما نقدر نحكم عليه، لأن بالبداية بدأ صح العربي. نعم. وبعدين نزل مرة واحدة، ممكن عشان مدربهم إنه قطع نهى عقده وسافر ديرته لأنه مريض، وهذا وراها النتائج متذبذبت. قد يكون هذا أحد الأسباب. ممكن هذا، لأن بالبداية كان زين يوم كانوا ياهم المدرب، من وخر المدرب بدأ العربي شوية ينزل. نعم. المفروض عاد هني يبدي دور الإدارة إنه يقدرون شلون يلمون الفريق ويبون لهم مدرب كفؤ إنه ينهض بالفريق مرة ثانية. تتوقع يقدر؟ يعني الفريق شفته ذاك اليوم ويا الكويت 3-2 لعب. يعني منافس. منافس حق الكويت يعني ما عنده أي مشكلة. بس ممكن هذا سبب، اقول لك المدرب ممكن فيه عنده اسباب ما ندري عنها. ما تدري عنه نادي العربي؟ اكيد تدري عنه. ما تدري بتقول اداره؟ لا بالعكس، يعني لعب يعني انا اذا بلوم او اي مشاهد يلوم بعيدا عن المستوى الشخصي، يعني كمشاهد قد يوقع اللوم على الجهاز الفني والاداري. ما تقدر تحكم، لان شوف بالبدايه لعبوا من احسن ما يكون، اقول لك كانت نتائجهم مشرفة. نعم. بس من المدرب بخر عنهم بدأوا العربي ينزلون. طيب يعني شوف في نقص عندهم بالجهاز الفني. إيه. المفروض هني الإدارة يكونوا عارفينه يعني ويتلاحقون على الفريق. بالضبط. طيب
خلني أتكلم على الأندية الأخرى اللي بالمستوى الثاني، اللي الشباب والساحل واليرموك وصليبخات. اليرموك وصليبخات البعض يتابعهم عن بعد، ولكن قد لا يعلم الجميع أن هناك مستويات جيدة يمكن قاعد تقدم. إيه هذا الدوري المظلومين هذا إيه؟ حتى الإعلام يعني مؤخر عنهم نهائياً إيه؟ وترى في عندهم مستويات زينة وفي عندهم محترفين زينين، بس إن ما حد متجه صوبهم إنه يشوفهم. يعني منو تتوقع منهم الأجدر على النهوض بمستواه والخروج من دائرة المظلومية إلى ركب الدوري الممتاز؟ الحين اللي قاعد يتنافسون هو الساحل. نعم. واليرموك. نعم. يعني اللي متصدر الحين المركز الأول توقع ينضمون؟ أي ممكن، أي يطيحون اثنين ويصعدون. منو البديل الأقرب؟ الأقرب بعد الله بكل واقعية دون الإساءة لأحد. يعني الساحل الحين هو اللي ضامن يعني إنه يصعد. أوكي. وراء بلحق اليرموك، يعني اليرموك هم قاعد يخسر. اللي متصدر الحين الساحل. الساحل متصدر مع اليرموك. اليرموك وهناك من اللي ممكن ينزل؟ هناك عندك التضامن وفي العربي والجهرة، ما تدري منو اللي يصعد منو اللي يكمل. برقان شو مستوى برقان؟ عندك برقان لا للحين. فاحنا امام ثلاث احتمالات انهم اللي ينزلوا للمستوى. التضامن وبرقان يعني متوقع له. العربي قد يكون الابعد شويه. ممكن العربي ينزل، ما نبي نسبق الاحداث احنا، وننطر الجوله التاسعه والعاشره ونشوف شو منو اللي ينزل منو اللي يكمل اللي حافظ على مركزه. يعني طيب عبد الله، خلينا نتكلم عن منتخبنا الوطني وما ينتظره من استحقاقات بالمرحله المقبله، وعندنا بطوله مقبله، وعلى المستوى الخليجي شلون تشوف استعداده وكيف تتوقع ظهوره خليجيا؟ المنتخب للحين ما بلش طبعا الاستعداد، من يوم الاحد راح يبلشون تدريباتهم، ويوم الثلاثاء راح يطلعون المعسكر. بس تم اختيار يعني اللاعبين، هو هذا اللاعبين اللي موجودين عندنا إيه؟ يعني حتى اي مدربي هاي اللاعبين، عبد الله جاسم، العتيبي، بفتين، هذا اللاعبين اللي موجودين عندنا. يعني ما في عندنا قاعده ثانيه إيه؟ اللي تغطي حق الفريق الاول. يعني ما ابتكر شيء جديد، ماكو. يعني هاي اللاعبين المحفوظين حافظينهم. يعني حتى لو انت بتروح تقول عطني 16 لاعب المنتخب بتحط الاسامي نفسها. نعم. يعني شنو قاعد تقول لي ان اختيارات لا مدرب المنتخب لعناصر ازرق الطائره لا يوجد بها ابداع؟ صبه حقنا لبن هو نفس. هذا هاي اللاعبين الموجودين عندنا الحين. أي. يعني المدرب ايش بيسوي؟ شنو بيضيف المدرب؟ يعني بتروح حق الانديه المفروض دورك كمدرب يا ابو عبد الله، دورك كمدرب انك ما تستلم الاسماء اللي موجوده عندك وتروح تقدم فيها مستوى تجابل فيها دول الخليج، على الاقل تكتشف عناصر جديده. لو تاخذ لي قليل، انت توك تقول لي بالجهره فيه، قاعد تقول لي بالساحل فيه. موجودين بالمنتخب بس بتي حق الافضل عناصر هاي اللي موجودين الحين مع الكشف المنتخب. نعم. تقييمك اذا ان الاختيارات صائبه 100%؟ 100% 100%. بس ينقص عاد هني عاد دورهم بالاعداد حق المعسكر وحق. نعم. البطوله. نعم. هل هناك يعني استبعاد لبعض الاسامي اللي تتوقع ما كان بمحله؟ لا اللي شفتهم انا ال 16 لاعب اللي وضموا عليهم اثنين، لا هذا اللي هم يعني المنتخب. كل الشكر والتقدير لك، شرفتنا بالحوار الشيق والجميل والرائع والتحليل الادق منك يا ابو عبد الله. كان معنا الكابتن فوز المعتوق محلل القناة الرياضية. انتقل وإياكم إلى محطة أخرى وأتحدث فيها عن بطولات الوزارات والهيئات الحكومية، وقد تكون غائبة عن التواجد الإعلامي لكنها بالطبع تشهد تنافسا لا مثيل له. راح نروح مع بعض نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل معاكم من جديد. تحت رعاية وحضور معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، نظمت القوات الخاصة بوزارة الداخلية بطولتها الخامسة للفنون القتالية، والتي حظيت بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.
وقد حظيت البطولة بأجواء من الحماس والندية بين المشاركين بلعبتي الجوجيتسو والكيك بوكس اللتان شهدتا بروز مواهب جديدة وإبداع نجوم كبار على مستوى اللعبتين التي استهلت منافساتها منذ صباح يوم الخميس الماضي لتشهد تألق فارس وزارة الدفاع عبد الرحمن رمضان، فيما قدمت وزارة الداخلية المبدع مشعل بوشيبة، بينما كان جمال العجمان خير ممثل لفريق الحرس الوطني. ولا يمكن أن نتغاضى عن أداء هيثم العيسى المذهل من الإدارة العامة للإطفاء، وقد اختتمت منافسات البطولة بحصول وزارة الدفاع على المركز الأول، تالتها الداخلية ثم الحرس الوطني، فيما جاءت الإدارة العامة للإطفاء بالمركز الرابع. ننتقل معكم مشاهدينا إلى أهم ما طلعتنا به الصفحات الرياضية خلال الأسبوع الجاري، ونبدأ جولتنا مع جريدة القبس والتي جاء فيها هذا الخبر. مصادر للقبس 48 مليون دينار للاستثمار باتحاد الكرة. كشفت مصادر موثوقة للقبس أن مسؤولي لجنة الاستثمار باتحاد الكرة قاموا اليوم بفتح مظاريف الجهات المتقدمة للاستثمار بمقر الاتحاد بالعدلية، وذلك بعد أن تم إقرار الاستثمار في الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة بواقع 10,000 متر مربع. وأبلغت المصادر أن أعلى العروض التي تم تقديمها بعد فتح مظاريف مزايدة الاستثمار كان لشركة أركان العقارية بمبلغ 48 مليون دينار. أرجع لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وأرحب باسمي وباسمكم وبضيفنا العزيز والجميل الزميل والإعلامي والناقد الرياضي محمد الصالح. حياك الله. يسلم لي عمرك يا حي الله. يا الله بالخير، مشرفنا على السادة المشاهدين. حياك الله. يعني كذا مرة من قبل ورد أقول مرة ثانية أنا فرحان أني أكون معك حبيبي، يعني حتى لو ودي ارحب فيك اكثر من الناس. لا يا حبيبي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ونورت ان شاء الله. استمتع بوجودك بارائك وبنقدك وبتحليلك الجميل، وهذا النقد الرياضي الرائع اللي تقدمه بصوره مختلفه كذلك مع بقيه الزملاء. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ان شاء الله. ياي ومحلو وزقرت. دائما يقولون عندنا مثل القديم الحي يحي، فاذا بنبدع منك واذا محلوين بشوفتك صدقني يعني شيء ثاني. انتقل الى الخبر اللي ذكرته قبل شوي واتحدث عن العوائد الاستثماريه الكبيره لاتحاد الكره بارساء ملف الاستثمار بمبلغ 48 مليون دينار. شلون تشوف هذا الاستثمار وهذا المبلغ لمصلحه الكره الكويتيه من وجهه نظرك؟ بصراحه هو مبلغ كبير. مبلغ كبير جدا. احنا اذا نشوف ميزانية الاتحاد السنوية ما تقارب 2 مليون دينار كويتي. هذا 2 مليون لما نتكلم عن 48 مليون مبلغ كبير كبير. نعم. جدا. لكن هذا الأمر مقترن في عدد سنوات الاستثمار نفسه. صحيح. يعني هذا أهم شيء. يعني هذا 48 لكم سنة هذا الموضوع. إضافة إلى هذا كيف سيتم استثمارها أو طريقة حتى استثمارها هو الأمر الذي سيحكم الاستفادة منها من عدمه. بعدين ممكن نشوف الوجه الآخر أو الخطة الأخرى اللي هي كيف يجب أن ننفقها وأين. نعم. هذا الأمر يفترض بالنسبة لي وجهة نظري الشخصية يفترض أن يكون على القاعدة بشكل أكبر، على الدوري بشكل أكثر. يعني الدوري الكويتي إضافة إلى القاعدة اللي هي نتكلم عن البراعم والأشبال. نعم. هو أهم ما ينفق عليه لنحصد منتخب قوي، اللي يستحق أن تنفق عليه طبعا وتستثمر فيه. الدوري الكويتي أولا، الدوري الكويتي إضافة إلى القاعدة. الأمرين ما بيقول هذا قبل هذا، ولا لكن هذيل الأثنين اللي يجب التركيز عليهم. طيب. لأن إذا كانت في قاعدة جيدة بالتالي طبيعي جدا انعكاسها على الأندية وعلى الدوري بشكل ممتاز، وكذلك على المنتخب في المستقبل. جميل. والمستقبل مو بعيد. يعني إحنا لما نتكلم عن لاعب عمره 13 سنة بعد 4 أو 5 سنوات عمره. نعم. 18 فهو لاعب فريق أول. صحيح. وممكن يلعب قبل هذا، وهذا الأمر إذا كان متطور راح ياخذ التطور معاه من المجموعة اللي هو فيها إلى الفريق الأول أو إلى الدوري العام بشكل. طيب. عام. طيب. الدوري يجب ان يكون فيه اهتمام اكثر من ذلك، لان الدوري هو 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 عصاره المنتخب. انت المنتخب احنا نكون واقعيين شويه، منتخب قاعد ناخذ من الدوري كله. نعم. بغض النظر عن عمليه والله الاحتراف ولا غيره، اكيد هذا شيء مهم، لكن انا اتكلم سياسه الاتحاد يفترض ان تكون متوجهه في هذا الشكل، اصرار على تطوير الدوري، اصرار على تطوير المراحل السنيه الصغيره. طيب اتحدث عن هذا الاستثمار استاذ محمد واللي من شأنه ممكن أن يحقق الكثير من الأمور الإيجابية واللي البعض يتطلع عليها، لكن اليوم إحنا بنتكلم عن جانب الرقابة.
هل يخضع هذا الاستثمار لرقابة الدولة وكيف سيتم إنفاق عوائد الاستثمار لهذه الجهات إذا ما تم تطبيقه؟ من الطبيعي جدا هو يخضع لرقابة الدولة، هذا أمر يعني خاص رغم، لكن هو يخضع لرقابة الدولة كصرف أوجه المال نفسه. نعم. لكن هل الخضوع اللي يفترض أنه يكون ذاتي وهو 48 مليون اللي نأخذ على سبيل المثال هي مقسمة على 5 سنوات، نعم، بالتالي راح يطلع عندنا أقل من 10 مليون، صحيح، نقول 50 مليون فهي 10 مليون بالسنة، 9 وكسر. إذا كانت العشرة مليون مو من المعقول أنك تصرف 48 مليون في أول سنتين، صحيح، لأن أنت بالتالي هذا الاتحاد هو منتخب سيأتي اتحاد بعده، فما يفترض أن يلقى حصيلة صفر أو صرفت كلها، فيفترض أن تتم الخطة في البداية أن تنفق هذه الأموال على عدد سنوات العقد نفسه. يعني الاستثمار أنا بوقع ب 48 مليون على سبيل المثال إلى 5 سنوات، نقول مثلا 10 سنوات، فيطلع، نعم، راح عندك واقع 4.8 مليون بالسنة، فيفترض ما ينفق أكثر من ذلك كخطة. نعم. نعم. حتى لما يجي اللي عقبك يكمل على نفس الخطة. إن أنا لو وضعت على 6 سنوات راح يكون 8 مليون بالضبط. بالضبط. لو وضعناه على 6 سنوات راح تكون 8 مليون. المفروض هذا اللي يفترض. المفروض إنه ما يصرف أكثر. المفروض إنه ما يصرف أكثر بالسنة. نعم. لأن هذا راح يكون ظلم حق اللي بعدهم. صحيح. وكذلك هذه أساساً ممكن تكون خطة إن هذه المبالغ يجي أنا عندي 8 مليون كل سنة. فتقدر انت تحط خطتك لقدام سواء كانت 4 سنوات او 3 سنوات على حسب الاتحاد الموجود وكم سنه المتبقيه لقيادته في الاتحاد. طيب كان سؤالك بخصوص الثاني انه اولا الرقابه وبعدين العوائد. العوائد انت ممكن من خلال هذه الاموال تكبرها. طبعا نكبرها بشراكاتك. احنا عندنا ثقافه الصرف فقط لا غير. نعم. لا ما يفترض ان تكون صرف فقط لا غير. هذه الاموال يجب يعني لازم تدر لك اموال اخرى. الثمانية مليون أنا ممكن أطور فيها الدوري، فقيمة الإعلان ممكن يرتفع، قيمة شراء، قيمة الرعاة، الدوري نفسه، الرعاة إلى آخره من الأمور، فبالتالي هذه 8 مليون ممكن توصل إلى أكثر من إذا كان في أحد شاطر راح توصل 15 مليون. طبعًا. عشان تقدر تنفق أنا قاعد أتكلم عن سنويًا وهو الأساس اللي يفترض أن تصرف فيه هذه المبالغ، لأن من غير المعقول أن تستثمر 48 مليون في سنتين وتقعد بقية السنوات أنت ما عندك حاط يدك على خدمة أو تنتظر العائد اللي هو يمشي الأمور، فلذلك الخطة يجب أن تكون على المال بالأول ومن ثم كيفية إنفاقها. نعم. وإذا مثل ما قلت لك كيفية إنفاقها هو ما يقوي لك المنتخب هو الدوري والاهتمام بالقاعدة. نعم. اليوم تكلم عن الاتحاد والكل يطالب الاتحاد أمام الجماهير تحديدا بأن تعود الكرة الكويتية إلى الطريق الصحيح، شنو أهم الخطوات الواجب اتباعها من وجهة نظرك أستاذ محمد وأنت اليوم ولد الميدان وما هو خافي عليك وتدري وتعرف الخلل وين وتعرف التصحيح وين الزبدة شلون؟ نكران البداية. الذات في البداية. نعم. وأتكلم مو كلام إنشائي. نعم. نكران الذات بأن أنت بمعنى أن في بعض الاتحادات أخذت خطة أن اللاعب قد يكون محترف بعد سن 30 سنة. نعم. في نفس الفكر وفي نفس الكلام، هذا الكلام أنا يمكن قايله من 6 سنوات إلى اليوم إحنا نشوف ما في نكران ذات، ما في، أنت تخلى عن بعض الأمور لمصلحة الرياضة. صحيح. يعني اللاعب مو لازم من 30 سنة، ممكن من 23 سنة. إذا إحنا الاتحاد أتكلم أنت قوم في دورك والبقية باقي الأمور اللي هي على الأندية ولا كانت على الدولة ولا كانت على أي إن كان يصير خير تباعا، لكن أنت لازم تسوي اللي عليك بالأول، مو يصير خير إنه يصير خير، لا هي طبعا فيها مطالبات طبعًا. وفيها حث وفيها خطة وفيها خطة مرسومة ويجب أن الكل يكون متفق عليها في جمعية عمومية إحنا ممكن نمشي عليها. لما يكون اللاعب بعد 23 سنة حر سيطبق عندنا الاحتراف تلقائيا طبعًا. تلقائيا اللاعب خلاص بعد 23 سنة يكون خالص دراسته، مثلا 24 سنة نقول خالص دراسته، عطى 5 سنوات من بعد المراحل السنيه للنادي اللي كان يلعب فيه. نعم. فبالتالي انت حتى استوفيت قصه الانشاء وتعب النادي. صح. على اللاعب خذ 5 سنين مجانا. صح. بعد ال5 سنين يفترض انه يكون محترف. هذا الاحتراف مع تطبيق هذا الاستثمار. نعم. اذا كان مطبق بالطريقه وبالتقسيم على عدد السنوات وغيره كل الانديه ما راح نقول والله اللي عنده فلوس فقط هو اللي بياخذ، هني في ناس بتدفع من جيبها، هذا بيكون امر اضافي، هذا امر اخر. نعم. لكن انت باستثمارك تقدر تاخذ لاعبين اللي تبيهم، زائد ان احتكار اللاعب انت ممكن تاخذه من اكبر نادي، لان هذا النادي الكبير هذا او اللي قادر يدفع وايد ممكن يكون عنده لاعب اخر في نفس المركز. صحيح. فهو يبي يلعب اساسي، يبي ياخذ نفس الراتب، يبي ياخذ راتب اعلى، فانت ممكن تقدر تاخذ لاعب نجم، ممكن نشوف نجم يلعب في الدرجه الثانيه. طيب. ممكن نشوف نجم يلعب في الفرق المؤخره. طيب. في الدوري الممتاز. استاذ محمد خلني انتقل الى عنوان اخر من جريده الجريده ايضا عشان اعطي الاخبار حقها واجوبتك الجميله الرائعه واللي المفروض فعلا ان تصل الى المعنيين. الخبر من جريدة الجريدة كالتالي: العليا للألعاب الخليجية عقدت اجتماعها الرابع، عقدت
اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية ثالثة أمس الأول اجتماعها الرابع برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري للإعداد لهذا الملتقى الرياضي الخليجي المقرر إقامته في البلاد من 9 حتى 19 يناير المقبل. وأكد الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة تجهيز الملاعب والصالات المختلفة والتي ستحتضم منافسات الدورة وتحديد ملاعب التدريب لكل المنافسات وبالتنسيق مع الاتحادات والأندية الرياضية. أرجع لك مرة ثانية وخلنا نتكلم عن استعداداتنا تحديدا لاستضافة منافسات دورة الألعاب الخليجية بيناير المقبل. احنا استضفنا من قبل بطولات صرفنا بطولات الخليج في في نهاية 2017 وبداية 2018 صرفنا بطولة آسيا لكرة اليد ما بأذكر صرفنا في الملاكمة صرفنا في أمور في بطولات كثيرة. إحنا قادرين على هذا الأمر متى ما وأتكلم مو بالستايل القديم لكن صدقني كل الجميع متى ما توافرت الأدوات فقط تبقى الهمة تبقى الهمة والعمل صحيح. اللي قاعدين نشوفه صراحة في في اهتمام كبير سواء كان على مستوى من مستوى الوزير السيد عبد الحمان المطيري إضافة إلى اللجنة الأولمبية الهيئة العامة للرياضة يبقى تعاون الاتحادات والأندية واعتقد أنهم سيتعاونون دائما لتظهر الكويت بشكل مشرف وشكل جميل أمام زوارنا وأمام إخواننا اللي نقول هذا المكان مكانهم صحيح. أصلا يعني فبالتالي الاستعدادات جيدة إلى حد الآن يبقى الأداء أثناء البطولة وهذا هو المهم وهو ما يظهر التنظيم بشكل جيد وهو ما يظهر نجاح وعدم نجاح البطولة تنظيميا يبقى العمل أثناء البطولة. أثناء البطولة العمل أهم من التجهيزات السابقة كلها يعني يفترض أن أنت مجهز فإذا يبقى وإن كان ها أتكلم ما أجزم إنه فيه لكن وإن كان في بعض النواقص سيتم سد هذه كل الثغرات أثناء العمل إذا كنت أنت فعلا تبي تعمل بضمير ما نقول بضمير كثر ما نقول بهمة عالية ستظهر الكويت بشكل جيد إن شاء الله. ممكن نحصل على بعض الأرقام الجيدة تتويج سهل نوصل له نفوز ببعض الألعاب الجماعية طبعا شوف تقدر ترشح لي ونتكلم بواقع يعني نتكلم بواقع على سبيل المثال لا الحصر المنتخب السعودي في كرة اليد مشارك في الرديف فرصة لك طبعا هناك السعودية وقطر هم نتكلم بواقع السعودية قطر السعودية الكويت هم الأقوى والبحرين كذلك هم الأقوى في البطولة عندك قطر والبحرين أنا أتكلم بس كرة اليد لكن في كذا لعبة عندنا الهوكي السباحة ما بأذكر شيء وأنسى آخر واضح. لكن عندنا نقدر نحقق وهذا أمر طبيعي واسمح لي نقولها بصراحة شوية إذا ما راح نحقق بالخليج وين بنحقق بعد بالطبع. يعني وين راح نروح هذا متروك لما بعد النتائج يعني وين بنحقق بعد إذا بالخليج ما راح نحقق وين بنحقق مو استصغارا ببطولة الخليج لكن إحنا الخصوم عارفينهم عدل وميدانك وميداني وبيئتنا واستضافتنا بعد وين بنحقق. خلنا نتابع معاك أهم العناوين وإلى عنوان آخر من جريدة موندو الأسبانية والتي جاءت بعنوان تحت الصفر خسر برشلونة الأسباني أمام مضيفة بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة للفريق البافاري في لقائهما بختام دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا وودع الفريق الكتالوني دوري الأبطال من دوري المجموعات ليكتفي بالتواجد ببطولة اليورو إلا أن الخسارة أمام البايرن لم تعد بجديدة وذلك بتكرارها من عام إلى آخر. قالوا تشافي ما في قالوا برشلونة بيرجع وضع برشلونة حاليا لا يمكن أن يرجع خلال سنتين. سنتين لا يمكن نعم تصير طبعا عطفا على الوضع الاقتصادي هل يمر بجائحة أكبر من جائحة جد أتكلم والله برشلونة يمر بأكبر من جائحة يعني اللي صار في برشلونة زلزال زلزال كامل في أتكلم عن فريق كرة القدم طبعا اللي صار في برشلونة الحالة الاقتصادية تعبانة وتعيسة جدا خروج النجوم طعم الكبرى خروج ميسي اصبح الفريق ما في اي هويه ولا اي مهشة. شيء لو نشوف احنا الفريق في اخر لعباته فريق برشلونه 5 إلى 6 لاعبين كلهم صغار صحيح ما يمدي حتى من يراهن عليهم الجمهور ولا الجهاز الفني والاداري ما تقدر ما راح تقدر تراهن على برشلونه. برشلونه حاليا مو قادر يسجل هدف واتكلم بواقع وبصراحه يعني منفس ديباي هو المنقذ لبرشلونه لما نحط منفس ديباي في 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 ميزان قوة اللاعبين سواء كانت تهديفياً ولا اللاعبين المهاجمين ترى متأخر جداً. طيب خروجه المبكر من دوري الأبطال مو فرصة للتركيز مرة أخرى على الدوري؟ أبداً لا أبداً لا ما ممكن إنه يرجع يعيد ترتيب الخروج من دوري الأبطال أنت بتلعب في اليورو ليج فهو نفس الشيء بدل تلعب في دوري الأبطال بتلعب في بطولة أقل تالي المنافسين مستواهم أقل ما راح يطور مستواك الى للمنافسات على الدوري. برشلونه مو قادر يفوز خسر من ريال بيتيس في اللعبه الاولى في اللعبه الاخيره مع في ارضه ما قدر يسجل هدف واحد. برشلونه مع بايرن ميونخ ما قدر يسجل هدف واحد. برشلونه مع
بنفيكا ما قدر يفوز، وهي كانت مباراة انه يفترض عليه، وهي كانت اول مباراة لتشابي. بغض النظر عن المدرب، يمكن تشابي عدل او طور شيء بسيط، لكن ما راح يقدر يطور اكثر من ذلك لانه ما في الادوات، ما هي موجوده. فشلون اقتصاد ولا يمكن لوم ايضا، حتى لقدام لما نشوف شلون اقتصاديا منهار جدا. يعني خروج اللاعبين في الصيف واللي صار مع برشلونه في الصيف، الزلزال اللي حصل لبرشلونه في الصيف الماضي، يدلك ان الرواتب عاليه، ما هو قادر يستقطب لاعبين على مستوى اعلى. حاليا كان في بعض الامور، حتى لما شفنا سيرجيو اغويرو، نعم، كان يلعب مع ميسي طلع، في امور نفسيا هزت فريق برشلونه. فريق برشلونه حاليا سيتعود، من وجهه نظري سيتعود على اللعب يوم الخميس في اليورو ليج. ما اتوقع انه يوصل لدوري الابطال او ياخذ مقعد من الاربعه الكبار في الدوري الاسباني، لان هذا لحد الان اتكلم عطفا على 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 المعطيات. الى حد الان ما سيحدث في الانتقالات الشتويه، سيتم التعديل من عدمه، هذا امر اخر، لكن اذا استمر الوضع على ما هو عليه برشلونه لن يوصل لدوري الابطال. وصلت معاك الى الختام على الهواء، ويعني على المستوى المشاعر والقلب كنت اتمنى ان لا اختم. مخرج يقول لي اختم وانا ودي اقول له ما بيختم طالما انا قاعد استمتع. على مستوى المشاعر والقلب انا معاك اليوم الدين. حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك. جميل بحوارك وتحليلك واخلاقك وتواصلك وابتسامتك. شكرا لك. صدقني ما هي مجامله، لكن انا بعض المما عندك. حبيبي الله يسلم لي. الى هنا يعني وصلنا معاكم السادة المشاهدين لختام هذه الحلقه من برنامج الحصاد الرياضي، على امل ان نلتقي وياكم بحلقات جديده الاسبوع الجاي، احداث رياضيه جديده وان شاء الله يا رب ضيوف جدد وكذلك تقارير راح تكون اجمل. الى اللقاء.